أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة. اليوم سنناقش اليوم تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر إضافية، إضافة إلى 13 يوما الماضية. ما الذي ستخرج به هذه المدة الإضافية، وهل ستنصاع الميليشيات إلى السلام؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي عبر الهاتف، ولكن قبل ذلك سنذهب إلى أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والدولية. وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: أحمد علي عبد الله صالح يعزي في وفاة الشبواني. قائد المقاومة الوطنية يتلقى برقية تهنئة من قوات خفر السواحل. أمن وقضاء يتواطأ مع الجاني ضد الضحية. قيادي أمني حوثي في إب يقتل جنديا. رفض شعبي متصاعد. مواطن في الحشا يردي ويصيب 3 حوثيين. الحديدة، القوات المشتركة تحسم اشتباكات جديدة مع الميليشيات. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: أحمد علي عبد الله صالح يعزي في وفاة الشبواني. بريطانيا تدعو ميليشيات الحوثي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجز لديها وجميع السجناء السياسيين. عصابات حوثية وقبلية تنهب أملاك الدولة بدمت. الصليب الأحمر، اليمنيون يستقبلون رمضان بظروف هي الأسوأ منذ 5 أعوام. الصحة العالمية تكشف حقيقة شفاء أول مصاب يمني بكورونا. في أقل من ساعة، المشتركة تحسم مواجهات مع عناصر حوثية حاولت التقدم جنوب الحديدة. صوت المقاومة طالعنا بالعناوين التالية: القائد مهنيا للمقاتلين ويخاطب أسر الشهداء عهدا بالنصر. تلقى سيلا من التهاني بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق المقاومة الوطنية. المقاومة الوطنية في عيون برلمانيين وسياسيين والناس، امتدادها، إنجازاتها، عوامل قوتها وروح الزعيم والمؤسسة العسكرية فيها. مصرع قياديين بارزين وعشرات الأفراد، صفعات موجعة ومتتالية للميليشيات الحوثية في البيضاء والضالع والساحل الغربي. نيوز يمن طالعنا بالعناوين التالية: شعب رمضان في رحلة بنوم بنا كوالالمبور. السيدة البولندية ألينا، اليمني عدو بلاده. لماذا لم يهزم الانقلابيون في اليمن؟ إسقاط مسيرة واستشهاد طفل بقذيفة حوثية في مكيراس. عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية: رمضان في اليمن أيام زمان. العالقون في الخارج، يمنيون يتسولون وآخرون طردوا من السكن. العميد الشاجري، معنويات الأبطال مرتفعة وقتل الحوثيين بالعشرات. عدن، كيف تحولت المدينة إلى خرابة كبيرة. الشرق الأوسط طالعنا بالعناوين التالية: 1,726,000 إصابة و 191,000 وفاة بكورونا في العالم. كورونا يرغم المخابرات الأمريكية على التغيير. السودان تسجيل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا. أهلا بكم، وأرحب بضيفي عبر الهاتف المقدم ركن ياسر صالح المحلل العسكري. مرحبا بك. مرحبا أخي الكريم. نعم، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر إضافية، كيف تقرأون ذلك؟ نعم، لا شك أن أعلن التحالف العربي عن تمديد هدنة لمدة شهر هذه المرة، بعد أن سبقتها هدنة لمدة 15 يوما لم تكن هدنة بالمعنى الحقيقي كما يعرف الجميع الهدنة. شاهدنا منذ الساعات الأولى الميليشيا الحوثية قامت باختراق واسع للهدنة، وشاهدنا أيضا عمليات هجومية هنا وهناك على امتداد الأراضي اليمنية. إذن كما سماها الناطق الرسمي للأمم الميليشيا الحوثية عندما قال أنها وقف إطلاق نار من طرف واحد، وأنه لا يعني هذا وقف إطلاق النار، هذا فيما تحدث عن السابق اليوم. أيضا امتدادا لدعوة مارتن جريفيث الذي أيضا يحاول أن يكيل للعالم وهما جديدا ليس باسم ستوكهولم اليوم، وإنما
باسم اليمن كاملة، بوقف إطلاق نار شامل في اليمن، وهذا ما لم يستطيع أن يدير ملف جزئي بسيط جدا مسمى بملف الأسرى، فكيف به أن يخرج باتفاق وسلام شامل على مستوى اليمن؟ ولكن أيضا الجميع سيرحب بهذه الهدنة كوننا على يعني في أيام كريمة وأيام فضيلة من شهر رمضان الفضيل لهذا العام. الجميع يتمنى أن يكون هنالك فعلا سلام شامل، إلا أن الميليشيا تأبى وتأبى أن يكون هنالك سلام في اليمن. ما المتوقع أن يتم خلال هذا الشهر؟ أتصور أن الميليشيا الحوثية ستستمر في توجيه ضربات قوية إذا ما سمحت لها الفرصة، وكان هنالك تحرك ممكن أن يكون مؤثر عليها أو تحرك قيادي على المستوى هذا وذاك، سنجد أنها ستوجه ضربات قوية. ستحاول أيضا استغلال الهدنة كون مسرح العمليات الذي يتواجد فيه القوات المناهضة الحوثي عادة يكون إلى جانبه دعم شعبي ودعم موجود من قبل القبائل المتواجدة فيها، سيحاول أن يستغل هذه الهدنة في رخرخة المشهد وفي في في ارض المعركه، وسيحاول ان ينقض هنا او هناك على لتنفيذ اجندته، سواء في التقدم في اتجاه مارب او محاوله مباغثه اي قوه سيجد انها بامكانه مباغثتها، بحيث انها تكون قد فقدت شيئا ما من استعدادها القتالي سيباغثها، لن يتوانى في ذلك. طيب، أيضا مراقبون يرون أن الميليشيات خرجت من فسحة إطلاق النار الأولى السابقة يعني بتصعيد عسكري يعني امتدادا من الجوف إلى الساحل الغربي، يعني لماذا تعطى الميليشيات هذه الفرص؟ لا شك كما أكدت أن مارتن جريفيث يدرك أن العالم جميعا منشغل في ذاته ومنطوي على نفسه، ويحاول أن يلملم جراحات العالم كله مشغول مع جائحة كورونا. أصحاب القرار الدولي عادة ما نقول عنه هم في مواجهة مع جائحة كورونا، يدرك العالم أنه في مواجهة حقيقية أمام جائحة ضد البشرية، ولكن لا يدرك أيضا أن الحوثي لا يقل أيضا عن الجائحة كورونا. لكن سوى مارتن جريفيث يتمسك بأمل هو فشل في إدارة أصغر ملفاته، ويحاول أن يوهم العالم ونظامه بما فيه النظام البريطاني هو الوحيد ما انزال يحرك في الملف اليمني سواء هنا او هناك، سواء في 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 عمليه السلام مع الحوثي او في اداره ملفات اخرى في اليمن. طيب ابقى معي سياده المقدم اذا سمحت، انضموا معنا العميد الركن طيار حسين العمري الخبير العسكري، مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي بندر. نعم، اذا يعني مارتن جريفيث والامم المتحده يعني كما افاد ضيفي لم يستطع مارتن جريفيث اداره ملف جزئي وهو ملف الاسرى، وياتي للحديث عن سلام بعد عامين، يعني ما الذي صنعه خلال هذين العامين ولماذا يتم الاستجابه لطلباته وتطول معاناه اليمنيين؟ اولا اخي بندر احييك واحيي مشاهدي قناه اليمن اليوم، والتحيه موصوله للزميل سعاده المقدم الركن ياسر صالح، وشهر مبارك على الجميع. اخي العزيز، المساله تكمن بان المبعوث الخاص الدولي الى اليمن هو يتعامل مع طرفين، الطرف الاول هو يمثل دوله شرعيه تلتزم بالمواثيق الدوليه وتلتزم بالقانون والنظام، بينما الطرف الآخر الذي هو يشكل ميليشيات حوثية، هذه الميليشيات ترفع شعار الموت للجميع ولا يعني يمكن التعامل معها، لأنها لا تلتزم بأي قوانين، لا توجد لها أي يعني التزامات سابقة ولا لاحقة. وطبعا مثل ما تفضل سعادة المقدم ياسر بأن المبعوث الدولي سواء كان غريفت أو غير غريفت لن يستطيع أن يحقق شيء مع هذه الميليشيات، لأنها قد جربت معها الحوارات السياسية والهدن العسكرية.
طبعا أغلبية الشعب اليمني أخي العزيز ليسوا مع الحرب، لا يوجد يمني عاقل يريد حرب في اليمن. فاليمن منذ عام 2011 تشهد مشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، وهي الذي فيها كما يقال مكفيها، لا تحتاج إلى الدخول في حرب. لكن هذه الحرب فرضتها هذه الميليشيات الحوثية حرب قذرة بعد أن انقلبت على الدولة وسيطرت على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وأصبح اليمنيين مجبرون في الدخول في هذه الحرب للذود عن الجمهورية والثورة واستعادة الدولة التي أسقطها الإنقلابيون. والهدن جربت مع هذه الميليشيات التي لم ولن تلتزم. أنا أقول من خلال قناتكم بأن هذه الميليشيات لن تلتزم بأي هدنة إطلاقا، لا السابقة ولا اللاحقة. نحن شاهدنا في خلال الهدنة السابقة التي كانت خلال أسبوعين أن هذه الميليشيات الحوثية استقلت تحييد طيران التحالف الذي يدعم قوات الشرعية في التغطية الجوية، ويعتبر عامل مهم جدا في ساحة المعركة، وصعدت. فأنا دائما أقول شخصيا أنه عندما تعلن هدنة بمعنى أن الحوثيين سيقومون بتصعيد كبير. خلال هذه الأسبوعين الماضيين التي كان يفترض أنها في هدنة والتي التزمت فيها قوات التحالف وقوات الشرعية، إلا أن الحوثيين استغلوا هذه الفرصات أن الطيران محيد وصعدوا في أكثر من جبهة. رأيناهم صعدوا في جبهة نهم وفي جبهة الجوف وفي جبهة صرواح مارب، وكذلك في الجبهات البيضاء الثلاث ناطع وقانية والصومعة مكيرات، وحتى في الساحل الغربي يعني لم تلتزم بأي هدنة واخترقت أكثر من 1400 اختراق خلال أسبوعين. وطبعا الساحل الغربي يشهد اختراقات مستمرة منذ ما سمي باتفاق السويد والتي بلغت أكثر من 13 ألف. هذه الميليشيات لا تعرف أي لغة حوار ولا لغة سلام، تعرف لغة البندقية فقط. وأنا متأكد بأن هذه الهدنة التي تم الإعلان عنها 30 يوما والذي نتمنى أنهم يلتزموا بها، لأن لا يوجد يمني عاقل يريد أن تسفك الدم اليمني في شهر رمضان الكريم ولا في غير شهر رمضان الكريم. نحن ضد الحرب، لا نريد حرب. هذه الحرب فرضت على الشعب اليمني وفرضت على دول التحالف، ولكن مع الأسف من خلال التجارب التي تم تجربتها مع هذه الميليشيات لن تلتزم، بل على العكس ستقوم بالتصعيد وتستغل فرصة تحييد الطيران التحالف الذي يشكل عنصر داعم لقوات الشرعية، وستقوم باختراق هذه الهدنة. ابقى معي سيادة العميد إذا سمحت. سيادة المقدم، يعني الطلب المبعوث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات، وأيضا الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية. ما إجراءات بناء الثقة في هذا الجانب، وما دور الأمم المتحدة لتسريع الإجراءات؟ نعم، دعني أؤكد على جميع ما قاله ضيفك الكريم سيد العميد العمري، ولكن سيناريو مارتن غريفيث هذا السيناريو مختلف تماما حقيقة. إذا كان للوهم عنوان في اليمن فهو عنوانه مارتن غريفيث، للأسف دائما يتحدث خارج الإطار الواقعي في اليمن. دوما نسمعه يبرر لطلباته أو لمطالبه من هذا الطرف أو من هذا الطرف بأمور أكبر من أن تتحقق على مستوى الواقع اليمني. يعني عندما يتحدث في إفادته الأخيرة بأنه يحرز تقدما كبيرا في شأن الملف اليمني وفي مسار الحل الشامل لليمن، أنت لم تستطع أن تحقق يعني ما يزيد عن شبر من موطئ قدمك الذي وضعته قبل 2 أو 4 أشهر، واليوم تكيل وهما جديدا للعالم بأكمله في ملف أكبر من أن يكون حلحلته بهذه السهولة. هو يوما تحدث بأنه حاول أن يجزئ الملف اليمني كونه الملف اليمني شائك وأنه غير قابل على تنفيذ حلول شاملة. اليوم بعد 2 أو 4 أشهر تأتي لتقول بأنك ستريد أن تصنع سلاما شامل وأن التجزئة لم تفد. إذن حقيقة الأمر عبارة عن كما يقول البعض عبارة عن محاولة
محاولة الإيجاد لأي يعني شيء يحفظ له ماء الوجه، محاولة أيضا للاسترزاق من ملف اليمني فيما يخص الجانب الإنساني، وهذا موضوع آخر تماما. شاهدنا هذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة أصبح اليمن بالنسبة لها مصدر دخل رئيسي لفسادها ولإفسادها ولمبالغ مهولة ولا يمكن أن يتخيلها إنسان، وفي الأخير توزع سلام بسلام وفقا لاتفاقيات وفقا يعني اتفاقيات تحت الطاولة. شاهدنا من يعني الطرف الحوثي يهدد هذه المنظمات بأنه سيظهر فيديوهات لاتفاقات بينهم. إذن كل هذا الكلام عبارة عن منظومة من الفساد أوجدها مارتن جريفيث، ومنظومة من الوهم يحاول أن يرسمها للعالم في شأن الملف. نعم. المقدم ركن ياسر صالح المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك. وينضم معنا اللواء مستور الأحمري الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل أن ينضم إلينا سأعود إلى ضيفي العميد الركن طيار حسين العمري. يعني الملاحظ سيادة العميد، يعني مع كل دعوات لوقف إطلاق النار وأيضا مع كل دعوات للسلام، تتحرك الميليشيات بشكل عسكري غير مسبوق، لماذا؟ أخي بندر حفظك الله، بالنسبة للميليشيات الحوثية هي بالعكس، هي تعتبر أن إعلان الهدن من قبل قوات التحالف ومن قبل القوات الشرعية هذه تعتبر جائزة ويعتبر يعني هدية على طبق من ذهب تقدمها قوات التحالف وتقدمها الشرعية بأن تسكت بنادقها وتجعل الحوثي يدعم الجبهات بأفراده ويسندهم بالأسلحة والذخائر. كون الحركة في هذه الحالة بتكون آمنة، بيتحرك بجميع التعزيزات التي يعزز منها الجبهات الملتهبة. وعلى سبيل المثال الآن أنا أكلمك وجبهة مكيراس البيضاء ملتهبة وهناك مواجهات عنيفة جدا، ومع الأسف أن هذه الجبهة الهامة والاستراتيجية لم تعطى حقها من التغطية الإعلامية ولا من الدعم من قبل الشرعية والتحالف الدعم الكافي، خاصة في هذه الأيام التي تواجه صنف الحوثية والمواجهات يعني حاليا قوية جدا في هذه اللحظات من خلال تواصلي مع كثير من المتواجدين في ساحة المعركة. أخي العزيز، الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالحوار، وشاهدنا أنها حوار ما سمي أو اتفاق ما سمي بالسويد كان مزمن في خلال 60 يوما، اليوم نحن في السنة الثانية. غريفت لا يهمه تحقيق أي نتائج على الأرض، الذي يهمه أن يبقى في هذه السلطة وأن يبقى مبعوثا، لأنه يجني أموال كثيرة طائلة من خلال بقائه يعني ممثل للأمم المتحدة وكمبعوث خاص لليمن. لا ينظر إلى تحقيق أي نجاح أو إلى أي تقدم على الأرض، وهذا ما نعم. ما أصبح الجميع يدركه، بأن المسألة أصبحت مسألة ارتزاق ومسألة لا تمت لتنفيذ الاتفاق. هناك لا توجد آلية تضبط هذه الاتفاقيات أو آلية تضبط هذه الهدن، أو توجد آلية لمراقبة هذه الهدنة وإفراض وفرض الهدنة على الطرفين ومراقبة من يخترق هذه الهدنة. هي مجرد يعني استهلاك للإعلام بأن هناك هدنة، ولكن على حقيقة الأمر لا توجد هناك أدوات التي تراقب هذه الهدنة من قبل جهة معينة ضابطة لهذه الهدنة. لن تكون نعم سأقف عند هذه الجزئية سيادة العميد الركن الطيار، ابقى معي إذا سمحت. اللواء مستور الأحمري الخبير العسكري والاستراتيجي معنا عبر الهاتف، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير بكم مشاهديكم الكرام وضيوفك الكرام. مساء الخير. يعني ما آلية ضبط الهدنة ووقف إطلاق النار، وهل ستلتزم الميليشيات هذه المرة بوقف إطلاق النار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عندما يقال أن هناك هدنة، لابد من طرف ضامن، لابد من ضوابط لجان يعني دائما ما تؤكد من يعني ملتزم بالهدنة، من الذي خرق وقف إطلاق النار، ومكان الخروقات ونوعية الخروقات. على حسب علمي انه الان الهدنه اعلنت من قبل التحالف، الميليشيات الحوثيه الى الان طبعا لم يعني تلتزم بهذا الهدنه، ولا زالت تقوم بعمليات عسكريه حسب ما نشاهد في الاعلام، واخرها استهداف مالي بصاروخ باليستي.
أنا بالنسبة لالتزام الحوثيين بالهدنة، أنا أتوقع أنهم يعني لم يلتزموا بأي هدنة أو اتفاق، والدليل هو العودة إلى الاتفاقات السابقة سواء بإشراف الأمم المتحدة أو الاجتماعات يعني التي حصلت بين أطراف متعددة. فهم دائما عادة ما يسعون إلى كسب الوقت، كل مفاوضات وكل يعني عمليات تفاهم ما تعطيهم دائما وقت يتراوح من الشهرين إلى 6 أشهر إلى سنة. ويعني آخر ما شفنا إحنا اتفاق الحديدة إلى الآن لم يتم تنفيذ من الشيء وهو تقريبا أنه فشل. فعملية وقف إطلاق النار الآن، التحالف العربي ربما حاول أن تلتقط المنشآت الحوثية هذه الفرصة وفي هذه الظروف التي يعانيها المواطن اليمني ويعاين فيها المجتمع العربي والعالم من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الرغبة التحالف العربي في أن ربما يكون هناك تفكير من الحوثيين يعني الجنح ناحية السلام وتجنيب اليمن مآسي الحرب التي استمرت أكثر من 5 سنوات. طيب سيادة اللواء، أيضا إضافة إلى ما سمعته في وسائل الإعلام الآن، ضيفي عبر الهاتف يؤكد أن جبهة البيضاء مكيراس يعني مشتعلة بالمواجهات في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار، يعني وأيضا في الساحل الغربي وأيضا في أكثر من جبهة الميليشيات يرى مراقبون أنها تستغل أي هدنة، وأيضا كما قال ضيفي سيادة العميد أنها يعني تعتبرها هدية على طبق من ذهب. إذا لماذا تعطى هذه الهدية؟ أنا تقريبا أتفق بشكل كبير مع هذا الكلام، أنه كل جميع الهدنة والمراحل التي مرت على الحوثي وكان فيها فترات يعني هدوء استغلها لإعادة التسليح وإعادة يعني تنظيم صفوفه، لكنه على حسب معرفتي أنه خلال الفترات الأخيرة صار حتى إذا كان هناك هدنة يكون هناك مراقبة جوية، يكون هناك استطلاع، يكون هناك دوريات بحرية، يكون يعني فيه نوع من التشديد، إنما يعني يتفادون عملية إطلاق النار. الآن على حسب ما ذكر ضيف الكريم أو الإعلام أنه هناك جبهات مشتعلة هناك، طبعا أنا يعني قريت هذا الكلام وشاهدته، لكن احنا دعنا انه ربما تحتاج الى وقت الا اذا الميليشيات الحوثيه رفضت هذا الهدنه، رفضتها طبعا بشكل واضح واستمرت الحرب التي تستمر. هل التزمت بمهله وقف اطلاق النار السابقه؟ ايه، حتى لو اعلن التحالف مثلا انه هدنه واذا راى ان هناك الاستهداف تزايد والمعارك تزايدت، لا ربما يعود يضرب من جديد وكانه لم يكن، لانه دعوة من الأمم المتحدة، دعوة من المجتمع الدولي، دعوة بأنكم أوقفوا إطلاق النار. يعني هذا التحالف يقول الآن إحنا أوقفنا إطلاق النار، يلا بقي الأمم المتحدة أن تقنع الميليشيات الحوثية. أحيانا بعض وسائل الإعلام يقول أن هناك مفاوضات خلفية أو هناك اتصالات خلفية ربما تؤدي إلى نتيجة وإلى قبول يعني قبول حل سلمي كامل وليس حل جزئي، ولكن دعنا نرى مع الأيام القادمة إن شاء الله. نعم سيادة اللواء، ابقى معي إذا سمحت. سيادة العميد، يعني هل ستسير الميليشيات بعد وقف إطلاق النار، إن التزمت بوقف إطلاق النار هل ستسير فعلا في طريق السلام وفق كل المؤشرات الموجودة؟ أخي العزيز بندر، أنا أؤكد لك من خلال تجربة ليست وليدة اليوم بل هي تجربة منذ الحروب الست من عام 2004 وحتى يومنا هذا، خاضت هذه الميليشيات 6 حروب مع النظام السابق ثم حرب الانقلاب من عام 2015 إلى يومنا هذا. لن تلتزم هذه الميليشيات بأي اتفاقيات سواء هدن أو غير هدن، ولا تلتزم بأي حوار سياسي، وهذا ما شاهدنا أنهم لم يستطيعوا أن يلتزموا حتى ببند واحد من اتفاق السويد الذي نص على الإفراج عن الأسرى والمختطفين جميعا في كلا الطرفين، وهذه تعتبر يعني ما سميت بإعادة الثقة وبناء الثقة، ولكن هذه الميليشيات مع الأسف لم تلتزم بهذا البند الذي يعتبر بند إنساني، وخاصة في هذه الأيام التي يشهد العالم جائحة كورونا والتي تم الإفراج عن سجناء في معظم دول العالم نتيجة هذه الجائحة ما سمي بفيروس كورونا. لكن مع الأسف أن هذه الميليشيات هي تشكل خطرها
أكثر من خطر كورونا، أن خطر كورونا الحوثي في اليمن يعتبر أخطر من جائحة فيروس كورونا ذاتها. أخي العزيز، هذه الميليشيات لديها إيديولوجية معينة، لا تؤمن بالسلام ولا ترفع شعار السلام، هي ترفع شعار الموت للجميع، وشعارها واضح للجميع بأنها ترفع الموت للجميع. بينما كان هناك مخرجات حوار وطني لمدة عام وكانوا جزء من هذا الحوار، لم يلتزموا بهذا الحوار، لم يلتزموا بالمرجعيات، لم يلتزموا بالثوابت الوطنية. مشروعهم مشروع سلالي إمامي إيراني، لا يمكن أن يتم الجلوس على طاولة إلا في حالة واحدة، الميليشيات الحوثية لن تجلس إلى طاولة الحوار إلا في حالة أن تتلقى هزيمة عسكرية. دون الهزيمة العسكرية لن تخضع ولن تلبي أي نداء، سواء كان سياسيا أو عسكريا أو هدنة، بل على العكس، أن هدنة التي أعلنت من قبل التحالف ومن قبل الشرعية ستكون مزيدا من البالستية، مزيدا من العنف، مزيدا من التصعيد في جبهات البيضاء وفي جبهات نهم وفي جبهات صرواح وفي جبهة الضالع وجبهة الساحل. هؤلاء لا يؤمنون بالحوار ولا يؤمنون بالهدن، ولكن نحن نقول أن الشعب اليمني أغلبيته لا يريد الحرب، نحن نريد أنهاء الحرب، ولكن يجب أن يكون أنهاء الحرب على مبدأ الثوابت الوطنية وعلى المخرجات الحوار وعلى القرارات الأمم الدولية التي على رأسها القرار 2216 التي لم يرى النور حتى هذه اللحظة. أخي العزيز، الإعلام وما يعلن من هدن لها قولها، ولكن البندقية على ساحة المعارك لها قولها القول الحاسم. نحن نقول لا نأمن ولا نتأمل، بالرغم أننا مع إنهاء الحرب وليس هدنة، بل الشعب اليمني، أغلبية الشعب اليمني مع إنهاء الحرب إلى الأبد، بشرط أن تكون على الثوابت الوطنية وعلى المرجعيات الثلاثة التي نصت عليها. نعم. جميع نعم. الاتفاق يعني. نعم. العميد الركن طيار حسين العمري الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. سيادة اللواء، يعني هل تدرك الأمم المتحدة كل هذه التفاصيل المتعلقة بالميليشيات ونقضها للاتفاقيات التي جاء قرار وقف إطلاق النار بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث؟ نعم، الأمم المتحدة تعرف كل ما يدور، ولكنه نجعل دائما هناك جزء من تفكيرنا بأنه ربما يكون هناك تساهل الأمم المتحدة مع توجهات الميليشيات الحوثية، لأنه إحنا رأينا عدة اتفاقات تتملص منها الميليشيات، عدم تنفيذ اتفاقات، يعني كثير من الطرقات يعني الجسيمة بحق الشعب اليمني، تغيير ديموغرافي، تغيير في التعليم، تغيير في الأمم المتحدة، يعني لا تنظر إلى هذه الأمور، استهداف المدن بالصواريخ البالستية، كثير من التصرفات التي لم نرى فيها مواقف جادة وواضحة للأمم المتحدة، فلا نجعل يعني أنه هناك أمل في المواقف الأمم المتحدة بأنها ستحل المشكلة. ربما هي تضع يعني أطروحات، تضع رؤى، ترفع تقارير، ولكن عادة تصر يعني أو مواقفها أنا أرى أنها غير مشجعة في هذا الاتجاه. طيب، إتاحت فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات حول وقف إطلاق نار دائم، وذلك يعني طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث الذي جاء قرار وقف إطلاق النار بناء عليه، وأيضا الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية. كيف يمكن السير في هذه الخطوات بشكل عاجل وسريع وإنهاء معاناة الشعب اليمني برأيك؟ يعني أنا وجهة نظري الخاصة، طبعا هذا المسارات وهذا الكلام جدا كلام جميل من المتحدة، يعني والسير في هذه المسارات والوصول إلى حل نهائي، وهذا كل ما يطالب فيه سواء الاتحاد العربي والحكومة الشرعية والشعب اليمني الجميع، وما تفضل مثل ما تفضل ضيفك الكريم قبل قليل، يعني كل الجميع يرغب في السلام، ولكن حسب يعني حسب القرارات الأممية وحسب مخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون والتي اتفق الجميع عليها، والتي تطالب أن يكون الحوثي يعني من ضمن المكونات الشعب اليمني ولكن بدون سلاح. لكنه نرجع ونقول أنه هذه الأطروحات جدا جميلة، ولكن للأسف من وجهة نظري الخاصة
أنه لن يتم السير في هذا الاتجاه بالنسبة للميليشيات الحوثية، وأنه يبقى الحل الوحيد اللي هو دخول صنعاء وإخراج الحوثي بطريقة أو بأخرى. نعم، اللي وقت المس... بقية الحلول هذه أنا أعتقد أنها يعني غير واقعي. اللواء الركن مستور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.